هوية بريس وكنشوفوا على هاد المسألة ديال تسعود أنه ولينا حنا ماشي كنسدوا مع تسعود ولينا كنسدوا مع السبعة الثمانية يلا باش كنمشيو نلقاو المركوب ولا ما نلقاوه عندنا مشكل ديال المركوب بعدا هو الأساس الكبير ونتمناو من الله واد رئيس الحكومه السي العثماني يفوهنا شويه واخا هي حتى ال11 ولا ال10 بعدا انه مناسب باش لقاوها المركوب انه الطوبيسات ولاو كيساليو مع 8 ونص 8 8 ونص وانه عباد الله ولات كتجارى مع السبعه هنايا ولات كتجمع قدام الطاكسيات اكثر من كورونا هذه تمناهم من الله الشفاء العاجل للناس اللي مرضوا هذه ويزول عنا هذا البلاء والوباء ان شاء الله وكانت الحركه مزيانه هذيك الحضرة 11 بعدا كانت مفوهه شويه وكان التجاره شويه كنا مفوهين شويه ودابا ولات تزمتات بزاف ولو الناس كيهربوا لنا مع السبعه سته ونص سبعه, سبعة وكتجاري هنايا ولا السوق خاوي ايوا هادشي اللي كان خويا اه كنخدموا حنايا العشيه كنخدموا من ورا العصر واحد الساعه ولا ساعتين صافي وحتى ديك الساعتين راه ما كافياناش بالنسبه للبيع والشراء راه متهورين في البيع والشراء ونقص بزاف تمناهم الله دلين. ايوا راه اضرار بزاف عندنا ضرائب عندنا بزاف ديال الحوايج عندنا كراه عندنا مشكله ولا اله الا الله محمد رسول الله ايوا مضرورين فيها بزاف ومضرورين من كل ناحيه دابا قال لك الزحام ز... عاد دابا ولا الزحام دابا الناس دابا تدخل في خطره واحده تبغي تركب ماتت... ما تلقاش ما تركب التاكسيات ما كاينينش الطوبيس ما كاينش الترام ما كاينش تيولي الانسان ما شاء الله واحلين الوحله ديال المعقول عند 9 تجي تجي باقي الشمس كاينه باقي المغرب باقي كاع ما كي غادي ما شاء الله وصف كشي ماشي هو هذاك غادي من تسعود ثمانية ثمانية خصنا نسدو ثمانية حنا تنسدو وقبل كاع من ثمانية لأن كاين اللي بعيد كاين اللي تابعوا المركوب خص يخمم باش غادي يركب إلا سد بزاف ديال المشاكل ما شاء الله وصافي ايوا راه ثمانية مالي القهوة كاع خلاص جا عندي واحد البارح مسكين قال لك أنا خرج كاع خلى القهوة وخرج قال لك أنا ما تليش نعرف فين غنمشي خرج ما عندوش قال لك ما عنديش الخاطر باش نجلس في القهوه لان قال لك يلاه تيجيو الناس يجلسوا تيقول لهم احنا غنسدوا ديك الوقيته هي اللي كيكون الجلاس في دي القهوه ديال من 8 الفوق حتى حتى 9 ونص ل 10 المهم الحاجه اللي مزيانه لو كان داروها هي ديال 11 الـ 11 هذيك مزيانه 11 كانت مناسبه هذيك مناسبه وديك مخيره كاع بزاف الانسان ما كاين لا الزحام في المركوب ما كاين تترك على خاطرك تتسد على خاطرك ما دابا القضيه ماشي هي هذيك مع الصيف جات مع الصيف باقي الثمانيه باقي الشمس كاينه وكيفاش غادي علي. السلام عليكم حنا التجار كنعانيو شويه من هذا الضرر ديال التسعود لان الوقت ما مناسباش ما مناسباش للتجار لان الله كي كي بنادم الله كي كيخرج كتكون ذاك العشيه مبرده كيخرج بنادم كيبغي يشري كيبغي يدور كيبغي كيبرد الحال شويه ماشي وسط النهار وسط النهار كيكون الصاد وكيكون شويه بنادم ما كيقدرش يدور وكاين بنادم ما كيتحملش الصاد ونتمناو ان شاء الله يشوفوا من هذا التوقيت ويزيدوا شويه و... وان شاء الله واخا يزيدوا يديروا حتى ل 10 ولا العشرة 10 ونص بعدا على الاقل بنادم كي كيعاني بزاف كورونا راه كتعيش النهار كامل ماشي غير الانسان يدير الوقايه ديالو يدير التباعد يدير الكمامه يدير التعقيم وان شاء الله الحافظ الله و... والكورونا راه كدوز في النهار وكدوز في الليل وبحال الليل بحال النهار اه انسان خصو يدير التباعد ويدير الوقايه ديالو الوقايه خير من العلاج هويه <applause> <applause>